أيها الأحفاد، إن الإيمان والأخلاق والعلم هم الذين يجعلوكم حماة لهذا الوطن ولهذه البلاد. أيها الأب الجميل، أنت من جيل وهم من جيل. أنا قررت أترشح لرئاسة الجمهورية. أصلا نمشي، هو نمشي. العيب في سلوك الناس اللي ساكنة في العبارة. أنا على مسافة واحدة من جميع السكان. لو اللي بدافع عنهم كرهوني أعمل إيه؟ أنتوا ما خليتوش حد أبدا فينا إلا ما لوشتوا سمعته. امسك أنكل تشيك، امسح دموعك، انا باخد منك كلينكس كتير. مالكش دعوه بالفلوس دي يا عباس، انا عايزه اتطلق. انت ايه اللي عملته ده يا انكل ونيس؟ ما فكرتوش في اختك اللي عايشه في عشوائيه؟ نروح نسكن في الكنيسه عشان نبقى اغلبيه. انت السبب يا حريه، انت السبب في كل اللي بيحصل. ايوه سيرشوا بدماغكم بس باخلاق ابوك. يبقى انت خسرتني يا شرف الدين. قول لهم يا عز الدين، مين فينا اللي فاسد؟ انا عاوز اسيب المكتب هنا نحلي. وانا مش عاجبني كل سخافاتكم دي. احنا محتاجين ثوره اخلاق، واللي تتعامل معاه بدون أخلاق هيتعامل معاك بوقح. تبدي مش معناها ضعف. متشكرة الطريقة القاسية اللي بتقفل بيها الباب عليا. كل ما ده بحس ولا حاجة. الدنيا أصلها بتلطش في كل. إن التغيير إذا كسبتم به كل شيء وفقدتم الأخلاق ستخسرون أغلى ما تملكونه اليوم، الوطن.